لابد من تنويع التوريدات، وخاصة نحن نعلم بأن التوريدات في الاتجاه الغربي ستنخفض، ولهذا فلا بد من تعزيز النهج المتبع خلال السنوات الأخيرة بالتوجه إلى الأسواق النامية وسريعة النمو، وبالتالي فلا بد من تحديد المنشآت التي لا بد من الإسراع في إنشائها، وثالثا العمل على الاستخراج العميق للنفط والغاز والتكرير لهما، وبدأنا بالعمل على ذلك، فأنشأنا شركات معاصرة حديثة ومتطورة، وهناك مشاريع لا تزال قيد الاستثمار وتنتظر البدء فيها من أجل هذا الهدف، وبالأخص في على ضوء ما يتعلق بتكرير النفط، ولا بد من إيجاد أماكن ومواقع لإنشاء مثل هذه الشركات بما في ذلك في القطب الشمالي كما تحدثنا البارحة. وأقترح النظر في القرارات المتخذة والمشاكل العالقة في هذا المجال. ودعونا اليوم نناقش كل هذه المسائل ونتيجة لهذه المناقشات سنحدد على إثرها ونصحح مسارنا لتطوير هذا القطاع الحيوي. والكلمة الآن للسيد نوفاك.